لو الحكاية فيها إن فيتو اللي تلي واللي تعبان يا وبوجه بالسعادة ليش اللي هو يقف جنبنا بس ده اسمه ايه المرض اللي عندك ده؟ شوشة في العظم شوشة في العظم بتشتكي منه بقالك قد ايه طيب؟ بقالك السنين ومتبهدل رحت المستشفيات ورحت مستشفيات مستشفى العسل ومستشفى دمياط وما حدش بيعملوا اي حاجه فيه طب تقريبا تكاليف علاجك دي هتاخد قد ايه هم قالوا لك هم رحت مستشفى دمياط الجديده قالوا هتقطع 2000 جنيه تمام ونص في الشهر واني ما معيش الريس اللي انت تقف جنبني باسم اللي جايه فيها سوسه في العدن وعايزنا تعالجنا بس تلتزم تعالجنا وني كلتنا ورا منك والله يا سعاده الريس وبنحبك والله يا سعاده الريس اسمك واحنا عايزين نتعالج بس اسمك ايه؟ ابراهيم فرحات السعيد قاسم من محافظه دمياط اشتكيت كم مره يا ابراهيم؟ 3 مرات في محافظه دمياط و3 مرات في فلسطين ومحدش بيعمل اي حاجه شغال ايه؟ العيان يعمل ايه؟ العيان يموت في